ميدان المرموم لسباقات الهجن العربية الأصيلة. انتقلنا إلى أشواط الإنتاج والمنتجين. انطلق الشوط الخامس عشر ليحمل لنا الأبكار المهجنات الأصايل الإنتاج والمنتجين بهذه الشعارات بطعم الفوز بطعم الناموس غير في الانتاج. انطلقت المهجنات انطلقت الشعارات يا ابناء القبائل القادمين من ميادين الدولة والقادمين من ميادين دول مجلس التعاون الحاضرين في المرموم المقدمين في دار المكتوم. هذه النوعيات من الأصايل من التحديات الرائعة. نعود إلى المراكز الأولى ننطلق ونلحق بركب المقدمة في هذا الانطلاق نسير مع السيطرة. ندى 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 على رأس الحربة سعيد بن سالم بن حامد بن سالم الاكتبي بن حماد الاكتبي. سعيد بن سالم بن حماد الاكتبي يتقدم على المركز الأول. المركز الثاني نوادر وسلطان بن سالم بن محمد اليبهوني يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث تقدمت في صوغه سالم بن حمد بن دري الفلاحي يتقدم مع صوغه في المركز الثالث. المركز الرابع امجاد علي بن سالم بن علي الدرعي يتقدم مع المركز الرابع. المركز الخامس مراسيل محمد بن أحمد بن سعيد بن منانة يقدم مراسيل في هذا إلى انطلاق على المركز الخامس. المركز السادس سادس المراكز وجد سيف بن علي بن عزيز الشريفي. المركز السابع من وصلت في زاهية محمد بن علي بن سعودي الاكتبي يقدم زاهية. المركز الثامن ثامن المراكز هذه صدمة محمد بن درويش بن عاطف المزروعي يتقدم في هذا الاندفاع. هناك من الجانب الآخر تدخلت مشاهدينا متابعينا الكرام. المركز التاسع نشوف التاسع مشاهدينا متابعينا الكرام وتدخلت في هذه عموما على كل حال تدخلت على المركز التاسع الشاهينية عبد الله بن خميس بن عمر الشامسي. والمركز العاشر هذه الواعية فارس بن عبد الله بن سعيد الدرعي. هذه العشر المراكز الأولى في إذاعتها الأولى. ولكن الشوط يحمل أسماء يحمل شعارات في هذه الانطلاقات وهذه التحديات. خلف العشر المراكز يا ما من هذا السيل المدفون فيه كثير من الأسماء كثير من الشعارات. ترقب المزيد. شوط سوف يحمل حماس يحمل تحديات. أعود إلى المركز الأول أعود إلى السيطرة على مقدمة الشوط علي بن خميس بن محمد أو هناك أمجاد علي بن سالم بن علي الدرعي على رأس حربة الشوط. أمجاد في هذه الانطلاقات في هذه التحديات. أمجاد الدرعي نسير مع المركز الثاني وهذه مراسيل محمد بن أحمد بن سعيد بن منانة على المركز الثاني. المركز الثالث نوادر سلطان بن سالم بن محمد اليبهوني في هذه اللحظات. بالسعودي وصل محمد بن علي بالسعودي يقدم لنا زاهية ووصلت في هذه اللحظات. تقدمت مياسة وخليفة بن سعيد بن عبيد الحميري في هذه اللحظات. وصلت مداهمة محمد بن سالم.
فيها لوحة الإعلان، لوحة الإعلان، لوحة الألف ومئتين في هذه الانطلاقات. كل الأسماء تقاربت، كل الأسماء تقاربت. نسير مع هذا الانطلاق، نسير مع بن منانة، مع الشعار المتحدي محمد بن أحمد بن سعيد بن منانة. والكيلو الأخير، الكيلو الأخير، وهذه نوادر سلطان بن سالم بن محمد اليبهوني، اليبهوني. والمركز الثالث الحميري، أهل الخوانيج، أهل الخوانيج في هذه الانطلاقات. وهناك محمد بن سالم بن مانع الغويص يقدم انذار، يقدم انذار. ذلول الدار وغلا غلا 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 غلا. حمد بن سهيل بالطماطم العفاري، بالطماطم العفاري. يا الله يا هذا الشوط من منانة، من منانة. لمن لمن شوط الانتاج المهجنات، لمن شوط الانتاج المهجنات. محمد بن احمد بن سعيد بن منانة السويدي بن منانة يتقدم في هذه اللحظات، في هذه التحديات. اروح مع المركز الثاني، المركز الثاني غلا حمد بن سهيل بالطماطم العفاري، بالطماطم العفاري. بن منانة، بن منانة، بن منانة بالطماطم العفاري، بالطماطم العفاري. جولة الأوامر، ولكن بن منانة مراسيل، مراسيل. محمد بن أحمد بن سعيد بن منانة يتقدم مراسيل، وبالطماطم العفاري غلا غلا ولا مراسيل، غلا ولا مراسيل، غلا ولا مراسيل، غلا ولا مراسيل. أخذ المركز الثالث نوادر سلطان بن سالم بن محمد اليبهوني. المركز الرابع، المركز الرابع من وصلت فيه ليعان بن فهد بن ناصر بن مبارك العجمي. والمركز الخامس وصلت فيه 50، هذه بنشوفها في هذا الاندفاع والانطلاق لصالح بن علي بن صالح الحميري. المركز الخامس، هذه النتيجة. منعود مع التنافس المثير حتى الرمق الأخير مع نوادر. وكذلك مشاهدينا متابعينا الكرام، غلا ولا نوادر بنشوفنا. تابعوا يا جماعة، السبع دقائق 35 ثانية وسبع أجزاء من الثانية. هذه الذي مراسيل، 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 مراسيل. محمد بن أحمد بن سعيد بن منانة هي اللي انتزعت الناموس بالفوتو فنش في هذا الشوط. سبع دقائق 35 ثانية وست أجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز لأحمد بن سعيد بن منانة. غلا حققت نفس التوقيت، سبع دقائق 35 ثانية وست أجزاء من الثانية. مالك غلا محمد بن سهيل بالطماطم، حمد بن سهيل بالطماطم العفاري. المركز الثالث نوادر حققت توقيت زمني مقداره سبع دقائق 36 جزء واحد من الثانية. مالك نوادر سلطان بن سالم بن محمد المهبوبي، عفوا المهبوبي اللي حل في المركز الثالث.